عندك حق كابتن، وخاصة زي ما بتقولوا كابتن محمود الخطيب قال يعني النادي الأهلي هو صانع النجوم وليس العكس، وفعلا يبقى شيء مميز ولاكي جدا كمدير فني تشتغل في النادي الأهلي، بدليل ان موسيماني خلال يمكن شهرين بيحقق بطولتين غاليين جدا جدا، وخاصة البطولة الأفريقية اللي اتحسبت ليه ان هو كمان احد المدربين اللي حصلوا على بطولة أفريقيا مع ناديين مختلفين. فرؤيتك برضو لموسيماني خلال مباراة الكاس، والسكاود اللي عندنا بقى لمشوار الدوري اللي هيبدأ مع نادي المقصة بداية من يوم الجمعة اللي جاية. معرفش اكيد هتتفق معايا، هو جاي وعارف هو جاي على ايه، عارف الكيان شكله ايه، عارف النادي الاهلي ده مين. مهما حسن كان ليه سبق مع النادي الاهلي، هو كان محظوظ في وقت من الاوقات على النادي الاهلي في مره، انما هو عارف شكل الجماهير شكلها ايه، شكل الاداره شكلها ايه. لما كان بيجي هنا ويعمل مؤتمرات صحفيه وكان بيشوف مفيش فرقه في العالم بتقدر تكسب على طول يعني، انما هو حاسس بالدنيا شكلها ايه، فهو مؤهل نفسه لهذا الشكل، طمعان في هذا الشكل، طمعان يكون موجود في هذا الشكل. فالتوفيق كمان عايز اقول لك على حاجه، المدرب كمان نصه حظ، توفيق طبعا من عند ربنا، لازم يكون مدرب ده ربنا راضي عنه وموفقه وبيوديه في حته صح، فهو وبيشتغل كمان بيشتغل يعني الجزء ده الشغل مهم جدا، ولسه ما اشتغلش حقيقه ولسه فرقته ما جهزتش. احنا عندنا كل يوم اعدادات، وكل يوم ناس بتخش، وكل يوم فكر كبير قوي، وكل ما بطولاتك بتكبر كل ما انت بتكبر في الامكانيات، بتكبر في ازاي تخلي فرقتك دي يعني على حلم الجماهير، مش هقول اكتر من كده. الجمهور بيحلم باحسن اثنين فراوده، باحسن اثنين بيلعبوا ديفندرات، التدعيمات لمحمد هاني جنبه واحد باك رايت زي ما كان احمد فتحي موجود، علي معلول ما يبقاش شايل حمل لوحده، نص الملعب ديانج يرجع ويحصل تحرر، وكمان بيشوفوا فرقتهم، الجماهير بتشوف فرقتها بمنظور الامثل او الواحد الاول، المثالي المثالي المثالي. خدت بالك ان احنا المثاليين، احنا لو واحد نص نص التاني سوبر رانر جنبه، فما نحسش باي تاثير او اي حاجه. المدرب من حقه ان هو يطمع في هذا الشكل، مانويل جوزيه اتيح له كل شيء في الحياه فابدع، اخد كل البطولات دي حقيقة. بقى في اليابان كم مره، مرتين او وصل الاهلي وصل اعتقد دي ثالث مره احنا هنروحها ولا لا؟ احنا دي رابع مره اعتقد، دي السادسه، دي السادسه وصلنا خمس كاس العالم للانديه السادسه. شفتي مانويل جوزيه عاش قد ايه في شكل يبهر بيه اي حد، وبيلعب مع ريال مدريد، والنهارده انت بتلعبي مع بايرن ميونخ، ولعبنا قبل كده مع مين تاني؟ مع روما، ولعبنا روما والبرازيل، لعبنا مع البرازيل. ف الاهلي الحمد لله زي ما انتم دايما على طول بنقولها بيوفر كل شيء، وفي الاخر بيقول التوفيق من عند ربنا، يعني احنا ما قصرناش في حاجه، مش من النهارده بس، ده من جميع الموروثات بقى، يعني من جميع الناس اللي كانت ماسكه مجالس الاداره، وده بيسلم ده، ده بيسلم ده، بيسلم ده، اللي هو المبدا النجاح. مبدا النجاح، النجاح النجاح. انا ما اقدرش اقعد على الكرسي ده، اللي عندي مسؤوليه كبيره قوي تجاه جماهيري، يعني لما يجي حد لاعب يحاسب نفسه، ما حدش بيحاسب اللاعب الحقيقه، اللاعب يحاسب نفسه بينه وبين جماهيره. النجوميه دي مش اي حد، انت ممكن تلاقي واحد سوبر في الملعب ومش بس مش نجم، مش عارف يوصل للحته اللي بينه وبين الجمهور، مش عارف يديله الحته اللي هو ايه وهو في الملعب. انا هقول لك على حاجه، يعني ايام يعني كابتن محمود خطيب اسطوره ونجم، ليه؟ كان بينزع من الجماهير، صح، لاعب جماهيري بيعمل اللي هو الجمهور قاعد في المدرج ما عرفش يعمله. انا كنت ساعات اروح طاير بدماغي حاطط الكوره في المقص بتاعي الثاني، وجات لي حادثه ولعبت قليل، ما لعبتش كتير يعني، لعبت لي بتاع 12 13 سنه يعني كويس، انما الكاريزما يا كابتن بتوفى، في حاجات عملتها الناس حبتني فيها، فبقيت عايش معاهم لحد النهارده، مع الناس لحد دلوقتي.